أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بعشر سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع انهيار أحد العقارات بمنطقة أرض الجولف بمحافظة القاهرة. أكدت الوزارة أنه لا توجد حالات وفيات حتى الآن، وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، بينما أصيب خمسة مواطنين تم إسعاف ثلاثة منهم بموقع البلاغ، وتم نقل المصابين الآخرين إلى مستشفى هليوبلس للرعاية الطبية والملاحظة.